هو مش عارف لكن بص الكلاب بتاعت ال كان بزينة. اه يعني بالظبط زي ما قال الاستاذ شعبان اللي هو كان بزينة الكلاب هنا شخصيات مركبة يعني بترتدي النسوح في الصباح وتحتمي بالكبار من بطش الصغار، ولكن في الليل بتتحول هي لقاطع طريق وهكذا يعني. فاشتغلت على الحدوته دي ان انا قررت ان انا حتى استدعي العلاقه اللي هي ما بين البشر والحيوانات في هذه المنطقه، ليس استنادا الى تجربه قراءه انا قريتها زي كريده ودمنا، بالعكس انا دايما حتى في الحوار قلت ان انا لم استعر حيواناتي تمام من كريده وكريده ودمنا، وان كان في بعض الاشارات في الكتاب عن كريده ودمنا، لان انت برضو ما تقدرش تتجاهل الموروث اللي هو موجود في الموروث الكتابي تمام اللي هو اللي تم انتاجه في الاتجاه ده. فكره برضه الاستاذ محمد المخزجان دي حيوانات ايامنا برضه بعيده في حته تاني. استاذ محمد المخزجان استاذي العظيم يعني، لكن الموضوع في حته تاني خالص، هو تجربه تخصنا تمام وتخص البيئه اللي انا منها، وما كنتش ابدا عامل يعني ما كنتش خايف خالص خالص من فكره ان انا في نجاح في ايدي ان انا استثمره ان انا اطلع حاجه يعني على الاقل الناس اللي حبت حروب فاتنه مبدئيا كده هيحبوا الكتاب الجديد اللي هو بتاع مامو جرام ده وانت مغمض عينك كده تمام. لكن انا ما رضيتش اعمل كده، خدت القرار بتاعي ان انا اروح لمنطقه جديده وان انا هرجع كمان للماضي اللي هو مثلا كاني في امتداد لعين القط ولكن بطريقه جديده. في عين القط اللغه تكاد تكون فيها الريحه اللي هي بتاعت اللهجه الصعيديه هنا، حتى لو في قاموس من المفردات زي ما اشار استاذنا الاستاذ شعبان يوسف، الا ان اللغه يعني ممكن اي حد يفهمها يعني، انا اظن ده يعني او يعني متصور ده يعني تمام، ان هي بتحيلك للجو اللي هناك لكن هي غير لا لا لا, لا تستغلق عليه. هي لغة إنسانية يعني أي حد من أي محافظة أو أي حد من كتاب من قارئ عربي أو كذا، أو هي لو تحولت مش عارف إيه لترجمة لغة تانية أظني إن هي تصل إن هي لغة بسيطة، وده يجاوب على السؤال بتاعك اللي هو فكرة أنا لما بروح للكتابة يعني مش بالضرورة إن أنا هكتب عن العالم القاسي ده فيبقى اللغة نفسها فيها قسوة. أنا جزء من شغلي يعني بخلاف ان انا بشتغل على العوالم كل مره بحاول اجدد فيها اشتغالي على اللغه، عندي معركه دايما مع اللغه، وان كان في ذهني طول الوقت ان انا اكون حصيله لغويه من القراءه، واحاول ان انقل لقارئ تمام اللي انا كونته من الحصيله بتاعت اللغه دي، يعني مثلا انه حد يقرا فهيلاقي خمس ست سبع مفردات هو يعجبوه او جداد بالنسبه له او لم يتركهم قبل كده او كذا، يعني ظن ان هي دي حاجه من الحاجات اللي انا ببقى قاصدها. فكره سالتني اهم سؤالين، السؤال الاولاني ده بعتبره اشاده يعني، فده السؤال يعني شكرا ان انت بتقول ان انت بتكتب حاجه يعني طويله فما بحسش بال يعني. كان في مناقشه مع صديقي العزيز احمد شافعي كان بيقول لي ان في الناس ده مش ذم في حد والله يعني فعلا بيقول الناس زهقت من او فهمت فكره التجريب بشكل خاطئ يعني، وفهموا انه لما بتيجي تكتب فلازم تكتب حاجه مستغرقه ولازم تكتب حاجه فيها مش عارف الجو ايه والغرائب بتحول لايه وهكذا، لدرجه الناس يعني بقيت بتقرا كانك بتقف عايز تقف عند كل جمله وعايز تقف عند كل باراجراف او بتاع. فبيقول لي احنا محتاجين شخصيات من لحم ودم ومش عارف ايه، وهذا الكلام وهذه المناقشات مع اصدقاء قريبين يعني بتجد هوا في نفسي، لانه انت كمان بتعرف وبتعرف من خلال برضه انت بتصادق مين تمام. يعني انا ما اقعدش مع واحد ضيع وقتي، يعني انا اقعد مع واحد استفيد منه تمام بالوضوح ده وبالبراجماتيه دي يعني تمام، مش هتلاقيني قاعد ابدا مع حد تافه. ده وجد صدى في نفسي، لانه كمان انا قلت نوع من التحدي ان الناس بدات تكتب القصه القصيره اللي هي اللي يقول لك ايه خصوصا والانشوطه حديد قصه منشوطه عشان استاذ شعبان مش حابب القصه النمله وقصه النمله وزي ما استاذ شعبان. فبالتالي
خدت قرار، ده اللي يمكن كان فيه قرار يعني، ان انا هكتب قصص طويله، تمام، قصه طويله. الاتحاد دي ان هي ان انت تقراها ما تحسش ابدا بان انت مثلا هتسيبها او هتقع منك وبتاع، لان على الاقل انا مدرك تماما اللغه اللي انت بتقرا بيها دي مش اللغه ابدا اللي تعوقك عن كذا، وعندي فكره ما او خبره ما ان انا على الاقل بغض النظر عن هتحب الكتابه ولا لا اخليك تكمل لغايه الاخر عشان انت عايز تعرف في الموضوع في ايه يعني. مش عايز استرسل، تمام، ولكن بشكركم مره تانية، شكرا جزيلا، تعبتكم. اتفضل. أنا كنت متصور إن أنا أحد ملهمين، بس هو طلعني من الحكاية دي لأنه كان بيتناقش معايا يوميا بالمناسبة، ولكن في المفردات. أيوة، لا حقيقي. فيعني كان سلسوم. فيعني أحبطتني يا رجل. لكن عايز أقول. أنت الملهم بتاعي. أنت الملهم بتاعي أنا. بالمناسبة كان في ندوة اتعملت في القنصلية. كان شافعي موجود فيها، قلت امي والاستاذ شعبان، ما جبتش سيرته فبيذكر اللي مش موجود يعني كل مره بقى.